نرد على السي على 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 السي رشيد الحموني. صمت الحكومه ربما ما كاينش تواصل الحكومه والوزراء الحكومه غادي نقول لها بدون يعني سون لونغ دو بو، كاين تفاوتات كبيره وحنا في الاغلبيه تنبهوا للحكومه وبعض الوزراء ان خص يكون التواصل. الصمت ما خصوش يكون. انا غادي نجاوبك على الغازوال الروسي. اولا بعدا المعطى ديال اللي الارقام اللي بدات تتداول، الارقام اللي تتداول، سولوا اي واحد تيفهم في المازوت ما يمكنش يكون شي فرق بين غازوال ديال روسيا في اطار هاد التسقيفات اللي هضرتوا عليها بجوج سي العزمي وخا انت اللي تكلمت عليها ولا انت فتره التسقيفات اللي كاينه، التسقيفات راه واضحه لا في الميريكان ولا في هذا، واضحه الاثمنه ديالها. ما يمكنش يكون يتعدى الغازوال الروسي الفرق واحد 50 سنتيم على ابعد تقدير، داكوغ. والشركات نكمل لك الا سمحتي، والشركات المغربيه المستورده يصعب عليها التوريد لان الابناك المغربيه المراسلين ديالها اللي يعطيوها الدوفيز الاوروبيه هي الابناك الاوروبيه اللي هي تتخاف من العقوبات، بسبب الحصار، رغم ان المغرب هو ما غير معني بهذا. فعلا السي رشيد كاينه شركه اجنبويه واحده معروفه هي اللي كتجيب النفط الروسي، نسميوها لا نسميوها هي شال، لان الشركه الام ديالها، سميتها فيتول، وصلب المعاملات ديالها اللي كاين واحد اللوبس ديال هذاك في البحر، لان صلب المعاملات ديال فيتول والخدمه ديالها هو لو تريدينغ، هو المضاربه في 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 في, في, في لي كوموديتيز، يعني السلع، والمحروقات. وهل تتخيلون السي رشيد ان هذه الشركه الاجنبيه غادي تخلي شركتها التابعه المغربيه هذيك لامارج، حتى لو كانت، لو فرضنا جدلا ان هذيك لامارج هذيك الشركه الاجنبيه غادي تخليها للشركه الام؟ لا لا، غير معقول. وانا تنقول لك في هذا الخدم هضرت مع ثلاثه ديال المتعاملين، شركات وطنيه مسؤوله وفيهم وحده اجنبيه، تيلتزموا كاملين ديال الجي بي ام، تيقول لك جيبوا لنا هذا البترول الروسي بهذا الثمن غدا نحطوه في 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 البومبا بداك الثمن. وخليني نكمل. شوف دابا هادشي اللي قلتي لنا مزيان، علاش جا السيد الناطق الرسمي تيقول لنا الاستيراد حر؟ لا لا، وانا كمل، علاش ما جاش قال هاد التفاصيل هذه؟ انا مع بلادي، وانا نكمل لك، ويجي الناطق الرسمي الله يخليك، انا نكمل حتى نجيو للمؤسسه الفقهيه التطواني رحمه الله عاد تعطينا. الله يخليك السي الازمي، الله يخليك الا سمحتي، في هذه النقطه هذه بالذات، انت كنت عندك مسؤوليه وتتعرف سابقه ان الاستيراد حر، ولكن شنو اللي ربما بغى يقول ان الشركات المستورده راه القطاع